تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. إذن أجدد الترحاب بكافة المستمعين في هذا اللقاء التواصلي. اليوم عندنا المنافسات ديال البطولة الوطنية تستأنف بجوج ديال المقابلات. عندنا المقابلة ديال الفاتح مع الدفاع الحسني الجديدي، والمقابلة ديال السوالم مع اتحاد التوارقة. المقابلة ديال السوالم مع التوارقة يمكن نعتبرها مباراة ديال الوسط الترتيب، في الوقت اللي المباراة ديال الفاتح مع الدفاع الحسني الجديدي مقابلة صعبة، خصوصا بالنسبة لفريق الجديدة. علاش نقول خصوص فريق الجديدة؟ لأنه الفاتح في وضع آمين، ولكن عنده طموح مشروع لأنه ينهي البطولة في مركز، إما يديه الكأس الكؤوس إفريقيا وإما يديه الكأس العربية. بالنسبة للجديدة، هزيمة قد تخلي الأمور أكثر تعقيدا بالنسبة للفريق الدكالي. هذا بالنسبة للجديدة المقابلة ديال اليوم. غنواصل الحديث حول المباريات ديال الفرق ديالنا بثلاثة اللي مشاركين في المنافسات الإفريقية. الأمر يتعلق بالوداد والرجاء في كأس عصبة الأبطال، ونذكر بأنه الوداد غادي يلعب مع الوحدة، والرجاء غادي يلعب مع السبعة ديال العشية، في الوقت اللي الجيش الملكي غيلعب نهار الحد الساعة الثامنة. كنت نفكر باش غنبدا الحلقة ديال اليوم، وكنت نقول بأنه أظن بأنه الكثير تابع واحد المقابلات بالأمس ديال تشيلسي مع ريال مدريد. غير في البداية نقول واحد القضية، راه حنا ما تنقارنوش ما بين المستويات وما بين اللاعبين، ما غنقارنوش اي لاعب تيسوى 100 مليار مع لاعب تيسوى 600 مليون و 500 مليون، باش نكونوا متفقين. لاعبين اللي تنشاهدوا لاعبين من نوع اخر، تيلعبوا كرة اخرى لا علاقة لها بالكرة ديالنا. الكرة ديالنا على حسب الامكانيات ديالنا، راه حنا مزيانين على المستوى الافريقي، تنقارنوا راسنا مع مع المستويات الافريقيه. اللاعبين الاخرين عندهم امكانيات اخرى. اذا شي واحد غايقول العكس يقول لي العكس، يقول لا كل شيء كيف كيف. لا ماشي كيف كيف، ما يمكنش واحد انا تنقول لك اللاعب 70 80 مليار 100 مليار 120 مليار لعاب باش يشري العقد ديالو مع واحد ما وصلش المليار. اذا هنا الان الامور واضحه. حنا اش نقولوا؟ تنقولوا ودي بانه ناخذوا الحوايج اللي نقدروا نديروا، ما غنقدوش نديرو الشيء اللي تيدير فينيسيوس، ما غدير شيء اللي تيدير فالفيردي، ما غديرش بحال كروس، ما غديرش بحال مودريتش اللعب ديالو، ولكن ناخذو شي حوايج اللي ممكن نديروها انا. ما نتحايل شيء، اللعب المستوى ديالي واللعب كره القدم يعني بالشيء اللي تنعرف، بدون ما ندير شي حوايج اللي هي خارجه على اطار المنافسه ديال كره القدم. وغادي يعجبني اللعب ديالنا وغادي نقتنع به، لان يكون في واحد الحماس، في واحد الفرجه، بحال شي واحد اللي عنده دار ديالو مفرشها مزيان على قد الحال، مصوم، ما تيتقارنش شيء بواحد اللي عنده فيلا تسوى 6 مليار، ولكني فرحان ديالو بحال كيما كاع الناس. ولكني ماشي حيت انه واحد الانسان ما مقارنش مع هذا كنخلي الامور كلها ما هياش. لا، كل واحد تيزين راسو بالشكل اللي بغى، بحال اللباس، واحد تيلبس مزيان، واحد عنده تيلبس تريكو بمليون، واحد تيشريه ب 300 درهم ولكن مقاد الحاله ديالو ومصوب الامور ديالو. يعني تنحاول ما امكن نمشي في هذا بهذا المنطق. هذا المنطق هو انه البطوله ديالنا تلعب بالقوانين ديالها. القوانين ديالنا نلعبوا الكره حتى حنايا ونتنافسوا ونلعبوا الكره، ما نديروا شيء وما نتحايلوا شيء ونخليوا الحكام ما نغوتوا شيء، يعني نديروا الاحتجاج ديالنا، ذاك الاحتجاجات اللي هي بحال اللي يعني ساري بها العمل. واحد اللاعب تيحتج على الحكم، ماشي واحد ضربه خطا تيحتج الجمهور والمسير والمكتب والرئيس كلشي على واحد الكره. يعني هادشي اللي بغيت نوصل له. اذا هذا المقابله ديال الامس البارح، واش بان لكم شي واحد شي لاعب كذب ودخل طبيب؟ هادو الناس يلعبوا بلا طبيب، ما صالحش نهائيا. الى تصاب شي واحد بحال اللي وقع الالابا خرج في لاميتو، ما عرفنا كاع اش وقع له كاع، صاب جلس. واش بان لكم التحايل؟ يعني الحكم تيدي ذاك الاشاره اللي الاشاره نوض نوض نوض، اللاعب تينوض ما تيبقاش ما تيتلوى لا والو، ما نوض حتى تجي عليه تنوضني انت. ان هذا الكلام لما تنوجهوا انا ماشي للجمهورين، حنايا راه تنقول الجمهور خصو يكون الام الاليات اللي ترفض هذا الشيء هذا، حتى ولو تكون انت محب ديال الفرقه ديالك، لانه انت ديور باش تفرج.
انا داير هذه القضيه هذه تنذكر عليها تقريبا دابا هذه واحد العامين ثلاث سنين، رايت ما ان كل شيء اندمج في هذا الشيء هذا، لانه اللي غيصلح لنا الكره هما هو هذا الضغط على اللعاب. اما الجمهور ما عنده ما يدير، الجمهور كاين اللي فرحان تيقول ديما كرشي بقى طايحين اربعه هاد اللعابه تماك وتحايل، حيت هذا الجمهور هكا تيبغي يرباح، ولكن لا حنا بغينا الجمهور اللي يبغي الفرجه، والفرجه اللي بغيناها خصها تجي من عند اللعابه، وهذاك اللعاب اللي تيتحايل تيكذب خصو يحيد من الخارطه، ما يديرش هادشي هذا. انا البارح تنتسنى غير شي طبيب يدخل شي كذبه ولا شي حاجه وتقول، وهنا بغى يدخل وعلما بانه كاين شي تدخلات واحد الوقت الا شفتو كلشي غيكون تفرج كما فينغا، واحد اللعب عفسلو على رجلو بطريقه شويه قويصحه، الحكم عطاه انذار، هنا كون راه عطاه انذار بان له بانه تدخل يسحق انذار، ولكن يكون قبضنا الاعاده وبقينا نجيبوها ونعيطوا مول الفار ونعيطوا راه يقدر يجبد الحمراء، ولكن اللي عاف الاخر تسامح معاه تسامحوا لعبوا مشات الكره، علما بانه كما فينغا الفرقه رابحه بجوج صفر وخارج الميدان ديالو، الميدان ديالو واقيلا ديك الساعه باقي واحد باقي 0-0 ما بقيتش متذكر في الوقت اللي تضرب، ولكني ماشي بقى تيتلو قال والو جيبوا لي الطبيب رشني، ما كاين رشان ولا والو، هادشي اللي بغينا. اذا هادشي هذا خص موجه للعابه ماشي للجمهور، ولكن احنا الجمهور شنو خصو يدير؟ راه كاين في اوروبا واحد القضيه شنو هي؟ هي انه اللعاب لما تيكون شي تدخل وتبقى تيتلو وتيكذب تيتعطل الجمهور تيبقى يصفر، زعما راه ما عندك والو، وفي اخر المطاف تينوضوا. اذا والقرارات ديال الحكم بزاف ديال القرارات الناس ما كانوش متفقين معها، مثلا شي كره ولا شي حاجه، ولكني داك يعني داك الشيء متبادل، الحكم صارم ولكن حتى اللعبه تيساعدوه ما تيضروش فيه سته وسبعه والاحتياطيين والكاتب الاداري، واش خصو تحيد عندنا؟ ما نحيدوه هادشي هذا، خصو نحيدوه او نقصوا منه، يعني انه باش يمكن عندك يبقى عندك داك الايقاع ديال المقابله داك الشكل. الايقاع ديال المقابله واش نزل البارح الناس لاعبين كانه من وسط الدقه 85 بحال عاد بداو الناس لاعبين الكره من بعد ما سالوا وتعانقوا وشوف حالاته وانتهى الامر. حنا تنأملوا حتى حنا بغينا نشوفوا كره القدم ماشي بالمستوى ديال اللعب، لا كيسميها بالقواعد اللي هي مديوره، انه اللاعب داخل يفرج الجمهور، والجمهور ديال البارح خرج حالته ما هرش ولا كراسه، ومن بعد ما سالا وتجمعوا الناس ديال السيسي ومشاو عند الجمهور داك اللي بقى، وهذوك تيصفقوا والاخرين تيصفقوا واخا خسروا، والاخرين مشاو عند الجمهور ديالهم. على هادشي تاتي صعيب، كاين اللي يقول راه صعيب هادشي هذا، ايوا ولكن خصنا نفكروا فيه، نفكروا واحد النهار نوصلوا لهادشي هذا، وانا مشيو يتعانقوا ما هرس ولا كرسي ما ضربوا ما خرج لا بلاغ بانه خص المنخرطين يجريوا على الرئيس، لامبارت باقيت الناس تفكر، يعني مسائل نحلموا حتى حنا بغينا نكونوا بحال هادشي هذا، بغينا حتى حنا المباراه ديالنا يسيروا هكا ويخرجوا، ما قالوا لا تهرسوا لا كراسا ولا الطوبيسات ولا حتى شي حسنات المقابله، الناس خسروا بجوج صفر في الذهاب وجوج صفر في الاياب وما وقع حتى شي حاجه. اذا واش لهذ الدرجه حنا ما نكونوش عندنا طموح على اننا نوليو بحال هاد الناس هادو؟ نوليو بحال هادشي هذا، والناس هذا تطور. نعطي غير مثال باسبانيا، اسبانيا في القديم لما كنا تندوزوا المباراه ديال اسبانيا في التلفزيون المغربي ديك الساعه كانت غير فابور، باقي ما كاينش هاد الامكانيه ديال خلاص غير في اطار التعاون، كانت في اظن في البدايه ديال السبعينات وقيله ولا في الاواخر ديال الستينات، كانت يزور المباراه ديال اسبانيا بالتعليق الاسباني، ولما تيحتجوا اللاعبين الجمهور على واحد الحكم راه تيخرج تحت حراسه امنيه، وكانوا تيضربوهم داك الكليسات اللي تيجلسوا عليهم على لي طابي صغار، تيشيروهم الملعب تيولي كله بحال داك الزربيات ولا بحال داك البونجات على تيجلسوا، وكان اللاعب الحكم تيخرج دائما محاني راسو مخرجينو البوليس، هادشي ما بقاش. إذن إلا كان هادشي هذا في السبعينات دابا هادي 40 ولا 45 عام وباقي حنا عندنا هادشي هذا، ما تيضر ليا بأنه ماشي نقول حنا باقي معطلين، خاصنا نوصلوا، وحنا تنحطوا دائما قدامنا بأنه عندنا واحد الفريق وطني دانا نصف نهاية كأس العالم. إيوا نصف نهاية كأس العالم عطاك واحد الصورة ديال أنك راك ارتقيتي بشكل كبير، اذا نرتقيو حتى على بالنسبه للبطوله الوطنيه. طيب الى غنجيب هادشي هذا اللي قلت البارح اللي شفناه البارح وغنشوفوه اليوم، وما غتلقاش عاوتاني السيتي مدخلين الطبيب خارجين الطبيب حتى ولو يكونوا رابحين خاسرين بجوج صفر. نعطيك مثال، بايرن ميونخ غتكون لعبه الى سبحان الله قدوا انهم يرجعوا جوج ديال الاهداف وبقى 10 ديال الدقائق، والكرة عند وقع واحد الاصطدام بين جوج ديال اللعابة، وداك اللعاب ديال السيتي تضرب
راه غينوض يكمل ما عنده والو، ما يقولش لا لا دابا غنبقى ناعس لانه حنا رابحين بجوج يسجلوا لنا الثالث وغندخلوا في الشوطين الاضافيين. لا، الناس غتلعب الكره علاش؟ لانه هو عنده عقد مع الجمهور. وانا تنقول دائما راه اللعاب لما تيدخل الملعب تيخرج من دائره انه تيلعب لفريق. الفريق عندك معاه عقد تعطيك الواجبات ديالك وحافظك على الحقوق ديالك، ولكن لما تيدخلك الملعب تيقول لك اودي ما بقى عندي معك علاقه. العلاقه اللي انت عندك مع الجمهور اللي مخلص واحد التذكيره تيقول لك اودي انا خلصتك باش تفرجني. خذوا هذا المبدا. علاش ما نديروش حنا هذا المبدا؟ علاش ما تنفكروش بهذا الشكل هكايا؟ علاش نفكروا بشكل اخر؟ انا اللاعب لما تيدخل الملعب ما تنبقاش نعتبره بانه عنده مشكل ولا شي حاجه. فضيت هذاك الشيء، المشاكل ديالك في العقد ديالك ما تخلصتيش، ما خديتيش فلوس، هذه مشاكل ديالك. عندك واحد العقد تيربطك مع واحد الفريق، ولكن منين تدخل الملعب تخرج من دائرة أنك عندك علاقة بمسؤول شي حاجة إلى ولا تتحول إلى علاقة مع جمهور. واحد الجمهور جاء مشى قالوا التذكرة 40 درهم ولا 50 ولا 100 150، قالوا ودي أنا هاد 150 خديتها باش غنتفرج. شنو غتفرج؟ هاد الناس غادي يلعبوا الكرة. علاش ما يلعبوش كرة؟ لا عندهم مشاكل. إيوا سيدي حنا ما عندك مشاكل، حل المشاكل بيناتكم، ولكن أنا خصني نلعب الكرة. حنا كنا بغينا نربحوا لانه ديري معنا 5000 درهم، انت باغي 5000 درهم وتبقى ناعس في الكازو، انا باغيك تفرجني لعبني ونعاود نجي نوبه اخرى نتفرج فيك. اذا النهار اللي غادي يولي الفلسفه ديال التفكير ديالنا في الكره بهذا الشكل غادي نتحسنوا، ولكن مادام انه الجمهور براسه فرحان بانه اللاعب طايح بقى طايح بقى طايح بقى طايح، وغنبقاو طايحين والكره بقى طايحه، وفي الاخر كل ساعه نجي واش تي ليفربول واش تي، وحنا كي غنتحسنوا. ليفربول بغيتيها تلعب وديالنا بغيتو ينعسوا. انا غنبقى نهضر في هذا الموضوع حيت هو اللي هلك يعني الكره الان مديوره السبيكتاكل، الجمهور الكره حنا الان مديوره بدليل. انت تسمع بانه هذا الفريق الى ربح راه دايرين معاه 3 مليون، اذا تيفكر هو في 3 مليون كي غيديها. ايه تديها ما كاين حتى مشكل، مرحبا بك، ولكن لعب لي الكره وديها، لعب الكره وديها، ماشي لا نضيع الوقت هنايا نضيع الوقت هنايا. ايوا انت ديتي 3 ديال المليون وانا شديت لا فرقه ديالي ربحات وتفرج في شي حاجه والو. ايوا على محل، يعني كل واحد عنده كيفاش اللعب. اذا ربطنا هذا الشيء هذا بواحد خبير تيدوز داز تنقراه ورجعني ل 1970 1970 حنا تخرجنا نتفرجوا وكنا تنسمعوا الراديو، وكان ديك الساعه اظن شكون اللي كان واش نور الدين مدير الله يرحمه ولا عز بن الغازي، ولكن المهم تنتصنتوا في الراديو ديك الساعه ما خدامين شي تنسمعوا، وكل ساعه تيتصلوا بوجده وتيتصلوا بفاس تسمعوا واحد 0 2 0 3 0 4 0 5 7 0 5 18 0 اش هادشي هذا؟ كرة القدم هادي هي كانت لعبة البريد مع الوداد الفاسي في الدار البيضاء. الباري خصهم يطلعوا ربحوا ب 17 0. الخميسات لاعبين في وجده مع فريق كان تيقول يسميوه الموظفين ديال وجده. الخميسات كانوا عندهم هجوم قوي ربحوا 24. هاد النتائج كانت منقوله مباشره، هذا المشكل مباشره في الراديو. هنا 13 هنا 17 والناس تضحك. حنا ديك الساعه في الملعب ديال الفتح نتفرجوا في مقابله ولكن الناس تضحك اش هادشي هذا. المهم بخلاصه انه هذوك الفرق ينزلوهم القسم الثالث والحكام ديال المقابله توقفوا. لما تنكون شوف بانه من 70 الان شحال 53 عام حطمنا الرقم القياسي، لان تسمع بانه شي فريق وتنقول واش نقول هادشي ولا ما نقولوش، لان ما متاكدش تنقول واه ما يمكنش يكون هادشي هذا. ولكن الزميل علي بن العياشي صيفط ليا واحد التقرير تلقى فيه بانه الاتحاد الغرباوي انتصر النهضه القنيطريه 23-1 والصوت الاول انتهى 1-1. هادشي اللي عندي في الخبر، بمعنى انه 22 هدف تسجل في الشوط الثاني بمعنى معدل هدف كل جوج دقائق. وهلال يعقوب منصور انتصروا على حسنيه سيدي سليمان ب 13-1. هذه في اطار البطوله ديال العصبه ديال الرباط سلا القنيطره. فين واحد يفكر شنو تقول شنو هادشي هذا؟ واش باقي كاين عقل بشري يقبل بانه هاد الشيء هذا وقع؟ ولما تسمع بانه خاص تفتح تحقيق، اش من تحقيق؟
هذا النتيجه هذه هي تغنيك على التحقيق. شنو التحقيق؟ شنو غدير؟ يعني اي قرار خديتي مقبول، لا شنو حق شنو كيفاش سجلتي؟ اول ما هذا الحكم اللي حيت انا ما عرفتش قانونيا واش الحكم عنده الصلاحيه، ولكن الا بانوا الحكم بانه كاين تهاون عم يكملش المقابله، ولكن عاوتاني غنمشيو امور اخرى. واش الحكم ما يخافش على راسه؟ انا في هذه الحاله هذه نقدر نقول بانه الحكم ما نعرف شنو حدود انه يوقف المقابله. ثلاثه لواحد، ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ما يحصلش، يقولوا لا البرازيل خسرت بسبعه، يقولوا ثمانيه برشلونه خسرت بثمانيه، ايوا تسعود 10 13 يقول لك لا المغرب انتصر على السعوديه ب 13 لواحد، فين 14 فين غنمشيو؟ صحيح انه 23 و13 هذا الشيء ما مقبولش، بان بمعنى انه الفريق الاخر ما كانش يتحرك نهائيا. اذا الامور واضحه، معنا الا نشوف دابا حنا ما بين بغينا نكونوا يعني بحال كما تلعبوا في اوروبا، ولكن يعني ما تنجيو تلقى النتائج بحال هذا الشكل وكيتب لنا بان الامور بعيده. على كل حال انا غنحاول نتواصل مع المستمعين ماشي في هذا الموضوع، ولكن المواضيع الاخرى انا غير تجي بعض المواضيع الانسان تيبغي يناقشها يحاول ياخذ خلاصه من هذا الشيء. هذا الارقام ديالنا هي 0520 666 066 0520 666 067 065 66 068. اعيد 0520 666 065 20 666 067 065 20 666 068. تحية متبادلة لكل الإخوان. يجب على نعم الأمور اللي عندها علاقة بالسياسة خصوصا السياسة الخارجية ما عندنا ما نديروا بها. الحكم هو من يفسد المباراة أو يصلحها ليس اللاعبين أو الجمهور. سي كبير، علاش الحكم تفسد المقابلة؟ يساهم، قدر يساهم، ولكن تلعب تساهمه ما عدا الإنسان مبغاش يدخل في راسه. على الانسان اللي ما تيكونش يعني ما عنده والو تيطيح ويتلوى ويبقى يدير شي حكا ولا تيغوت على الحكم لسبب بسيط ما تيساهمش، حتى هو تيساهم لا يساهم بطريقه اخرى. يعني انك لما مع البدايه مع التصفيره تحتج عليه، الثانيه الثالثه الضربه اربعه ما معنيتها تؤثر عليه باش يفسد المقابله. يعني تاثير، يعني لما كل ما تصفر وتخليها وتلعب 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 امور عاديه غيبان لك الحكم عادي، ولكن انا تنبغي نبين لك بانه الحكم راه ما تيحكمش مزيان، إضافة أنه الجمهور تيكون دائما مع الرأي ديال اللاعبين. تحياتي كلام في الصميم، شكرا لك السي خالد. البارح حارس ميلان جبد بيلانتي كون تسجل كون شفنا ماتش آخر. الحارس الفرنسي هضروا عليه بزاف اليوم في فرنسا على أنه دار مقابلة من مباراة كبيرة، لا مقارنة تنك راه ما تنقارنوش، عفاكم راه ما تنقارنوش، ما تنجيبوش شي حاجه ماشي تنقارنو، تا كاش بغينا ناخذ منه فهمتي. يعني اللي بحال دابا شي واحد تيكون مثلا في عنده دار، انا نعطي امثله بسيطه باش واحد يفهم، تيكون دايز في قدام دي ماغازان، ماغازان مستوى عالي جدا، وتيشوف واحد تفريشه ولا شي حاجه ما عرف تنقول انا اي حاجه، تقول هذا المنظر ما كانش نديرو عندي في الدار، صافي ما قلت لك هز هذاك الشيء كامل ديه للدار حيت ما كاينش الامكانيات. يعني شي حاجه اللي دير بحالها، واللي بحالها هو تنقول هو انه الانسان ما يتحايلش وما يبقاش يغوت بزاف. اما الكره ما تنهضرش عليها، ماشي مقارنه، خاصنا سنوات ضوئيه باش نوصلوا للمستوى ديالهم. صحيح ان هادشي مازال متفقين ولكن غير ماشي المقارنه. حنا تنقولوا شنو غناخذوا، اش غناخذوا؟ ناخذ من شي واحد يعني راه عطيت الامثله التضاريه غتكون مفيده. بنزيما قديم في الريال كمثال، تبارك الله عليك، بارك الله فيك، شكرا لك سيدي. فريق وجيد ويسيء، ما عرفتش شكون هو ولا بغي يقول فريق واحد. تحليل جد دقيق في مستوى، انت سعيد تعتبر احسن، بارك الله فيك سيدي، شكرا لك سي صلاح على كاع اللي فيها الشكر بشكل كبير. يعذروني الاخوان. طيب مشينا ناخذ عندنا بزاف ديال المكالمات، غير نحاول نختصر شويه. نبداو من فرنسا مع السي محمد. السي محمد مساء الخير. معكم سي سعيد. مرحبا سي محمد. مبروك عواشر اخويا. الله يبارك فيك سي، بارك الله فيك. واحد جوج نقط اخويا بالزربه. اياه. خويا النقطه الاولى انا وداد ياك.
ولين اخويا ملي تلعب الرجاء مع الاهلي اخويا انا اخويا رجاوي كنشجع الرجاء والاغلبيه هكايا لان علاش اخويا لان علاش لان هذوك المصريين فمهم محلول بزاف فهمتي وملي كيربحوا ما كيقولوش الرجاء تيقول المغرب المغرب والمغرب وكل شيء راك عارفه وما جاور داك الشيء الاخر تيقولوا فهمت اخويا وغيتحلوا بزاف ديال الفوام راك عارف شكون فهمتي لهذا اخويا انا كندعي جميع الوداديين نهار تكون لعب الرجاء ان شاء الله نشجعوا الرجاء احنا قلوبنا مع الرجاء لان كنشجعوا الدرابو المغربي وكنشجعوا الرايه المغربيه وكنشجعوا المغرب لان ماشي فهمتي ماشي كطلع الرايه ديال الرجاء كما قلت لك باه كطلع الرايه المغربيه معلوم 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 فهمتي راه بحال لعب المغرب بحال لعب المغرب أيه. مع مصر بحال بحال النقطة الثانية سي سعيد هو أخويا أن البطولة الوطنية أخويا خاصهم أخويا يلقاو شي حل الحكام ولا شي حاجة ولا إدارة التحكيم ولا الجامعة مع ذوك اللعابة أخويا اللي كيمسو كيطيح وكيبقى يتركل بالعاني ولا الحراس حتى هما تيكون واقف بوحدو ملي كيقربو وقت يسالي حتى كيطيح وكيهز يديه خويا كثروا عليه شفنا البارح المقابله ديال تشيلسي مع سميتو عليه مع ريال مدريد النار اخويا تاع النار هادو كيهجموا هادو كيهجموا النار واحد كيطيح كينوض بغيا هادشي اللي كاين خاصه نلقاو شي حاجه سي سعيد الله يجزيك بخير واخا يعرف هاد الحكام يخرج حتى ثلاث الحمرات لان كثير هادشي سي سعيد فهمتي واش كتعرفوا اننا حنا وصلنا نصف نهائي كاس العالم وكنا رابحين بواحد الزيرو في النقطة الأولى مع البرتغال وما أدراك مع البرتغال وبقوا الدراري صامدين لاعبين أي الوقت الأول يلا شكرا سي محمد بارك الله فيك شوف أنا غير البارح واحد يسمح لي إخوان جاتني واحد اللقطة البارح هذيك الهدف الثاني اللي سجل الريال ذاك الهدف اللي تيسجلوا غيرهم ما صعيب نتذكروا على الهدف بذاك الشكل هنايا رودريغو بعد ضرب الكره بعد ما حصرها وضربها بالقوه طلع يعني كما تنقول طلع عليه الحارس شي هنا في المغرب اي حارس كان غيبقى يتلوى وغيدخل للفار وغيقول له ياك من بعد ما ضرب الكره قاس له رجلو ويلا بغينا نديروا السبه ونحيدوا البيت الحارس ناض مع راسه تيقول الله ودي شجعنا بهذه الطريقه انا عاد بقى نتعوج ما عندوش بهذا المنطق هنايا انا في الدار تنشوف تنقول هذيك كان الناس كانوا يتفرجوا معايا قلت كنا حنا في المغرب كون هذاك الحارس حيت الحارس دار واحد رد فعل وان الكره قريبه لعند رودريغو ولكن بعد ما ضربها نقز وطاح وياه لداخل هنايا غيبقى الحارس يتلوى ويدور وغايجي مول الفار يقول ياك ما عند ضرب ياك ما الناس شافوا لاكسيون من اروع ما يكون خلي الحارس ناض ولا ما ناضش الامور عاديه. سي حسن من اكادير سي حسن مساء الخير استاذي سعيد مساء النور تحياتي لك استاذي مرحبا واش راك مبارك الله يبارك فيك ونتمنى لك الصحه والسلامه الله يطول عمرك سي بارك الله فيك الله يبارك فيك سي سعيد غير المشاركه الانديه ديالنا الافريقيه في المستوى الافريقي نتمنى لهم كاملين التوفيق ان شاء الله الرحيم يطمع على الباب انا حاجه واحده اللي نتمناها هي في اللقاءات الاياب ما نبغيش نشوف واحد الظاهره اللي كنا كنشوفوها هي ان الاهلي غتجي تلعب في الدار البيضاء ويستقبلوها بعض الجماهير ديال الوداد في المطار بالورد وداك الشيء بالبركه علينا مع الضواحي غدا غادي تجي شي فرقه عند الوداد ويستقبلوها الرجاويين هذا راه ماشي معقول بركه علينا من الظواهر هذه فهمتي ناس سي سعيد النقطه الثانيه هي سي سعيد هي المغرب تطواني كنا كنهضروا على بعد دخول الطبيب ويجي الطبيب كاين واحد الريزيرف ديال المحمديه على تطوان بان الطبيب ديال تطوان ما كاينش كاع لا جاوبوا عليه ما كاين والو شي كاين يعني كيقلب غير عندنا واقف هادشي اللي كاين تقلب على كيفاش نربح لا كيقلب على الخوال كاين هاز في الميدان وكيقلب على حوايج اخرين بالنسبه للمغرب فاش الاستعناء بن عسكر انا كنشوفها خطوه ماشي هي هذيك حيت السيد ما تنصبش ما تعطاش حقه لبن عسكر من نهار جا هو العصا من قبل ما يلعب هو على جا مدرب نكيرة مدرب كدا اذا ما لعبش اجواء وتحاسب على التصريحات تصريحات قال انا كنحيدو حوايجنا كنديرو لي فيستير في الزنقة طوموبيلتي ولات فيستير قال ما يمكنش نقارن راسي انا مع الوداد والرجاء وداكشي دابا الناس وبعض منهم بعض الاعلاميين هذا راه فاس وهذه راه التاريخ وكنصوروا فاس ديال الزهراوي والهزاز وكدا لا دابا راه السيد كيهضر على الواقع الحالي ف
تاريخي الا كان فريق كبير وتاريخي وداك الشيء هي حنا معاه، حنا مع المغرب فاسي، ولكن السيد قال غير الواقع دام 8 نقاط من اصل 24 نقطه، شنو بغيتو زعما يجيب 24 على 24 ولا ما يمكنش، ونهزم امام اتحاد طنجه اللي محنات الوداد محنات الرجاء محنات، نهزم مع موليديه وجده بون ايكيب، ما واش ما هو مقصود ينهزم ولا انت دابا مشينا حيدنا الشكيلات مشينا جبنا معسكر من برا فر الخرج عند عمر حسين اللي حدانا هنا، اذا ما يعني كان واحد النوع ديال الخباطه. فنتمنى واحد صعيد للفريق المغرب الفاسي، ونتمنى ما يكونش هذا يكون ان بون ديك ليك للمغرب الفاسي، وتحيه ان شاء الله. شكرا لك، بارك الله فيك، بارك الله فيك. سي مصطفى مكناس، سي مصطفى مساء الخير. مساء النور. بالنسبه لفريق الرجاء البيضاوي سي سعيد، يعني يحاول يلعب بالهويه ديالو كيف هضرت عليه، ما يلعبش بالهويه ديال منطقه ديال المونديال الكبير، ما يلعبش بالاسلوب التونسي داخل الاراضي المغربيه. لا 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 نتفق معك، كما هو البنت التوانسه كيلعبوا مع المصريين. نتفق معك، هذاك اللعب بس يساعد ديال التوانسه ما غيصلحش للرجاويه. ما عندناش ما عندناش حتى البنيه الجسمانيه ديال داك الشيء. لا عندنا يعني الا ما عندناش بارفو ما تيكونش عندنا، وكنحاولوا نديروه. لا 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 ما خدامش. ما خدامش. يعني فريق الرجاء البيضاوي انا البارح السي سعيد تفرجت في الدوزيام ميطون ديال لاصي، تتبع لاصي مع 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 الريال ملي ربحت الريال تبعت لاصي. لاصي البارح السي سعيد ربحت بالهويه ديالها ديك لاصي ديال زمان. يعني مع نابولي بينات نابولي بانك انت يا فريق صغير مقارنه معنا في المشاركات المشاركات الاوروبيه. يعني البارح لاصي ديك لاصي اللي كنعقلوا عليها ديال فومباس ديال بيليت وديال كاكا والى اخره الى اخره، هذا فريق الرجاء البيضاوي اللي لعب بديك الروح ديال 99 وديال 97. فاكيد حنا هذا الشيء اللي درت عليه السي سعيد ديال هذا المرض وديال اللعابه اللي كيطيحوا، سؤال واحد السي سعيد، علاش هذا الشيء ما كنعرفوش نديروه في المنافسات الافريقيه؟ داك الشيء اللي مشروع ماشي اللي غير مشروع. وغالبيه المباريات ديال الفرق ديالنا كتلقاهم كتلقى الفرق ديالنا والرؤساء ديالهم والمسيرين ديالهم كتلقاهم دبلوماسيين على الصعيد الافريقي، وتيحاولوا يعطيو ديك النظره الزوينه على المغرب. وانتم باغيين تعطيو الصوره الزوينه على المغرب، عطيوها في بطولتكم هي الاولى. ماشي هذيك بالنسبه لي فاش كنشوف راسنا في المنافسه الافريقيه ما كنشوفش راسنا اننا كنديروا الدبلوماسيه، كنشوف راسنا اننا كنسمحوا في حقنا. احنا داك الشيء كنسمحوا في حقنا باسم الدبلوماسيه، وفي المغرب ما قادينش نديروا. ثاني حاجه عندي غير سؤال واحد السي سعيد، سؤال واحد، هو بقى 9 ايام الكاس الافريقيه الفيتيان. فوزي القجاع قال لك اودي باننا غادي نمشيو في حصه يعني في طياره مباشره، وهذا الشيء طياره رحله مباشره من المغرب للجزائر، وهذا الشيء هذا خبر به انفانتينو. يعني قال لك انا خبرت انفانتينو قلت له اودي احنا راه شنو على اعتبار انه العاب بحر المتوسط ما كتجلاش تحت اشراف الفيفا، دابا هذه كتجي تحت اشراف الفيفا. اليوم بقى 9 ايام السي سعيد بدل ما سمعنا والو، الا ما يعني وراك عارف الطرف الاخر كيفاش داير، الطرف الاخر راه كيخلط السياسه مع الرياضه مع كلشي. ادور هنايا حنا مستعد، خصنا جواب لانه سينو واش باغي يجي في الوقت المناسب. تنتظر من 9 ايام السي سعيد راه ماشي راه ما بقاش الوقت. شكون اللي قال لك ما كاينش؟ شكون اللي قال لك ما كاينش الوقت؟ شكون اللي قال لك ما كاينش الوقت؟ دابا بالنسبه لك الجامعه هذه القضيه ما عارفينهاش نهائيا وساكتين. لا احنا كمتتبعين احنا متتبع غادي غيوصل الوقت غتعرف شنو كاين، الا كاين شي امور تتصب. ولكن السي سعيد سمح لي الا مشيناش، شوف دابا الا مشينا شي هذا شان ديال الدوله، هذا ماشي شان ديال اسمح لي، هذا شان ديال الدوله. واش هذا الشيء فيه اللعب؟ لا راه تظاهره رياضيه، هذا راه تظاهره رياضيه. انت نقول لك شان ديال الدوله وتقول تظاهره رياضيه؟ إيه اذا الدوله دخلت تعاقب ها الدوله دي ما تعاقبش بقى ديرها هكايا. شوف انا ما غنهضرش معك في هذه الامور، انا بعيده عليا ما عارفش الامور كيف تدبر الامور على اعلى مستوى، ما عارفهاش انا. انت دابا تتساءل، انت بغيت تعرف واش غيمشي ولا ما غيمشي. وشي انا بغيت نتساءل لا على قبل الوعد اللي عطى رئيس الجامعه، وهذا ما يجي الوقت على واش هاد 9 ايام ما غتساليش. هي قريبا ومن بعد ما تجي، تسع ايام وتشوف الامور كيفاش غيمكن عاد هضر عليها ان شاء الله. انت درتي بحال غتنبهو بحال هما ما جايبين خبر وانت تقول لهم ماشي كنبهو شنو؟ انا بغيت نعمل برنامج ديال لا حيت لا دابا حيت تسالتي بحال اسمع لي، دابا تسالتي بحال هاد الناس هادو باقي ما يعني كان خاصهم كل ساعه يقول لك اش نديرو اش تنديروا كل صباح، الا كان شي امور تتدبر حنا ما عارفينها شيء انتظروا. ماشي اللي كاينه حيت هذه ما فيها شيء، فيها نوع من المزايدات على الشيء، ما هذه امور تدبر في اخر لحظه غتسمع واش غيمشي ولا ما غيمشيو شيء، واش طائره خاصه ولا غيمشيو على طريق تونس، او هذه امور هذه ما ما, ما 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 عندي ما نقول فيها انا. انت غير عبرتي قلت تنتظر، ايوا انتظروا انتظروا هادشي اللي كاين. شنو نقول اخر؟ هادشي اللي كنتسناو. عناو عليك بارك الله فيك سي احمد من اكادير. سي احمد مساء الخير. مساء الخير سي سعيد. مساء النور. احترامات السي سعيد. مرحبا يا سيدي.
انا سي سعيد غير ملي تفرجت البارحه الماتش ديال الريال بغيت نشوف ديك القوه ديال الريال فين جايه وقارنتها مع البارسا اللي 11 واحد تيلعبوا نفس الكره وال11 واحد في مستوى عالي ولكن تلعبوا نفس الكره والريال سي سعيد هو القوه ديالها هو الخليط ديال المدارس العالميه كامله والبارح الهدف اللي ماركاو هو برازيلي 100% ميليتاو عطاها لرودريغو رودريغو عطاها لفينيسيوس فينيسيوس عاود رجع رودريغو ماركاو هو الثلاثه اللعابه سي سعيد لعبنا لا واجه شكون اللي واجههم عطي الله اها وحناهم عطي الله في موافقة ديال اعدادي فاش اللي لعبناهم في طنجة اللي لعبنا معاهم في طنجة عطي الله لاعب ديال البطولة الوطنية هو سي سعيد انا تيضرني في خاطري ملي تنعاتبوا بزاف اللعابة ديالنا والحكام ديالنا لان دروك الا ملي تيهضروا المستمعين كيعاتبوا بزاف اللعابة ديالنا والحكام ديالنا كان لا ماشي لا كنسولت انا بعض اللعابه اللي شد ما يمكنش تعجب واحد السيد هما وسميتو هو ما استقبل الراي ديالو يقول لك ايه كنسولت سميتو قال لك اودي خص هاد الناس هادو اللي كيعجبونا يجيو في الفيستير في لاميطون ولا بعد نهايه المقابله ويشوفوا رجلينا قال لك واش كاينين الضرابي واش كاين الدم كيخرج واش انا سي سعيد غير كلاعب هاوي يعني تيهضرني خاطري ملي تنعجبوا هاد اللعابه خصنا نشجعوهم وبالنسبه للتحكيم ماشي سعيد الحكام تا هو ملي بحال شي شويه على حسب التحكيم يعني كاين الحكام اللي كانوا بزاف تيديروا الديربيات بحال بالقول الله يرحمه والحرش وحاليا جيد هاد الحكام راه يعني هادو تيدخلوا للمقابله ماشي سعيد راه ما تعرفش هو ديك راه هذيك الراجا ولا هذيك الوداد باش يدير تيدخل يطبق القانون يطبق القانون وتنتمناو التوفيق للجميع ان شاء الله شكرا لك شكرا لك شوف ريال مدريد عندهم واحد جوج ديال اللعابه وان كان مودريتش البارح ما كانش في الاوج ديال العطاء ديالو ولكن كيف ما كان الحال كاين غنقول واحد جوج كلمات على عندهم واحد جوج ديال اللعابه سميتهم كروس ومودريتش هادو ما خصيتش تشوف الوقت اللي خذا الكره خصو في داك فين خذا الكره والمكان اللي تيكون واقف فيها حيت هادو القوة ديالهم في التحركات ديالهم تيعرفوا يعني يوقفوا في أحسن مكان في الملعب حيت اللعب ماشي اللعب جاتو الكرة لا إلى محل جاتو الكرة هادو لعابة ما تتلقاهم شي واقفين غير هكاك يعني المكانة ديالهم أو المكان اللي تياخذوا فيه الكرة تيعرف كيفاش يتحرك فين غادي يمشي لما تكون الكرة في جهة اليمنية تيقول فين في أحسن مكان يمكن يكون فيه وما ناثرش على الوضعيه التحركات ديالهم هادو ما تشوفوهمش ملي تكون عندهم الكره شوفوا ملي ما تكونش عندهم الكره حيت الكره ما تنتفرجش فيها غير داك اللاعب اللي عنده كره ولا يرد له البال ايوا الا غادي نكونوا حنا غير شي وحدين ما فاهمينش في الكره شوف الكره وشوف بعد نوبه اللعابه اش تيدير فين تيتحرك فين تيمشي فين القنت اللي تيقول بانه هذا المحل اللي جاتني الكره غادي يكون اكثر تاثير حيت ممكن انه اللاعب يبقى غير تابع الكره ويعطيو الكره قدام ثلاثه ممكن تياخذ يعني التحركات ديالهم يعني القوه الكبيره هو انه عندهم واحد الثنائي ودابا عندهم واحد وليد صغير سميتو فالفيردي تيقول وانت يا انت صاحب الجهاد حنايا ديال استراتيجيه ديال العمل وانتوما هاد فينيسيوس وهادشي هذا انتوما غتبقاو تجريو انتوما عندكم هادشي عاد لعبوا بحال 10 بنزيما ما كانش كاع البارح ومع ذلك لما تيكون عندكم جوج ديال اللعبه هاد الشكل هكايا فانا ما تنشوفش كروس شاد الكره فين شدها الى محل وفين كان وقف هكا خص الواحد يرد البال هذوك اللعابه فين تيكونوا تيختاروا المكان فين غيكون بدون ما ياثر على ماشي غير تيجري عطيوني الكره عطاوها له في اليمين لا 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 لا, لا. تياخذ الكره في المكان المناسب هذا هو القراءه ديالي لهذ القوه ديال ريال مدريد سي نور الدين من فاس سي نور الدين مساء النور سيدي سعيد مساء النور السلام عليكم وعليكم السلام اخويا سعيد نعم سيدي نهضروا على الانديه ديالنا الثلاثه بهم نهضروا على الزعيم ونهضروا على الرجاء والوداد كنتمناو لهم حد سعيد وان شاء الله ما يكون الخير ولا خوف عليهم الثلاثه بهم ان شاء الله ان شاء الله وسيدي سعيد المغرب الفاسي كما قلت لك السيمانه اللي فاتت عطيتك اسم المدرب ياك قلت لك حاسي هو المدرب ديال المغرب الفاسي قبل ما الماتش ديال وجده انا كنعلن لك دابا مرادي بلس حاسي هو مدرب فريق المغرب الفاسي المساعد ديالو بوبكر ومدرب ديال الكوالكاسي
بوبكر. لا واش تبدل الصف كامل؟ لا وكاسي كان معانا اصلا كان دابا حاس هو المدرب بوبكر مساعد المدرب قاسي هو المدرب القوان كان يعني موثوق منه يعني انا كنتحمل المسؤوليه ديالو ماني غير خبر ماشي مشكل ما خبر يمكن الا كان صحيح هو اللي هو هو العاديه 99% ما فيها حتى المسؤوليه هذه المهم واخا يسعد لنا البرنامج عنده مصداقيه لا لا يخليك بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك شكرا لك سعيد تحياتي شكرا لك شكرا لك خويا سعيد مبروك الله يبارك فيك واش الطاقم كله بارك الله فيك الطاقم ديال راديو بلوس كله الله يطول عمرك بارك الله فيك نمشيو لوزان سي فؤاد السلام عليكم وعليكم السلام الله يبارك فيك فين وصلت الاولمبيك اودي انا ما تنقلص هادشي لا مدينة والراجع لا لا واحد انت عيطتي من وزان تنعرف بانه كان واحد الفريق في وزان سميتو اولمبيك وزان لا انا خارج من وزان صافي ما كاينش مرحبا عندي واحد جوج نكات استفادق الله يرحم لك الوالدين النقطة الأولى غنتكلموا كاينين دابا شي حوايج كتشوفهم كيحزوا في النفس بحالاش كتشوف شي مؤثرين ولا شي نقاد رياضيين كيقول لك باللي القزع كيحكم في الكاس ياك وهادشي هذا والله كيرجع بالضروره علينا فهمتي معلوم كيفتاخر بها هو كيبدا يقدم برنامج ديالو مغربي كيقول لك القزع كيحكم ولينا كنحكموا في الكاس فاش كنحكموا في الكاس شوف القزع تأدي الدور ديالو لانه واخا نكمل لك باش نعطي الفكره بدا القزع من تيكون في الكاف عنده المسؤوليه ديال انه التطوير ديال كره القدم الافريقيه وقسما بالله ما تيأدي الدور ديالو ادى هاد العامين هادي اداه مع الوداد مع الرجال والله ما تيأدي عمل اول ساقنا لا لا لا, لا شوف الى غتهضرب هاد المنطقه كويس اسمح لي غير واحد تيحكم ما عجبكش يحكم ولكن انت يمكن لك تقول ساقنا كيفاش ساقنا تظن بانه القجاع ما غيكونش عنده افتخار انه لما يجي التقرير السنوي ديال الجامعه يقول وفازت الرجاء بكاس افريقيا وفازت الوداد غيقدر في الرابور بانه طيحنا الرجاء اش هاد الهضره هادي لا دابا 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 حنا كنمشيو على المعطيات تنمشيو للمعطيات عندك قلتي ساقنا هذه هي النهايه داكشي اللي غتقول كله ما بقاش مهم انا ما قلتلكش باللي القزاع هو اللي ساقنا وشكون واش قلتي شي كلام اخر انت ما فهمتيش اش باغي نوصل قلت لك في العهد ديال القجاع حكام افارقه كيسوقوا الراجا العام اللي فات وفي عهد القجاع تساقط النهضه البركانيه ودابا كيبان لي انا شوف لا شوف اسمح لي النهضه البركانيه تظلمات كره دخلت للشبكه وخرجوها حيت واش تظن بانه الحكام عندهم انه غادي يسمعوا للقجاع ولا داك الموتسيبي الحكام وهذيك سميتو داك الجا ديال الحكام راه اخطبوط كبير واش كاين الغرق ديال الغرق ديال 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 الحكام غيتحكم فيه واحد والله الله استفاد وقلا بغينا يلحق ما بغينا يعطيونا حتى شي حاجه ديالنا عاد الكلمه كيقولوها دابا غير اسمح لي اسمح لي اسمح لي باش نبقى بالضروره لا اسمح لي السي فؤاد دابا دابا الى مثلا يعني الحكم ديال المقابله لا قدر الله عطى واحد ضربه جزاء ما كايناش القجع هو اللي مولا شي هذا لا يوجنو احنا ما كنقولوش هذا الشيء هذا واش اللي قلت سمح لي احنا ما قلناش القجع هو اللي فاقنا واش قلتي قلت لك اسف ما ماشي كلام لا لا بمعنى انه مع الوداد راه اي رئيس جامعه واي مسؤول مثلا اي مسؤول في اي قطاع في اي قطاع اختاروا كيف ما بغيتي يكون القطاع انا مسؤول على واحد القطاع وعندي واحد الخلاف مع واحد السيده عندي خلاف مع انوار اللي قدامي الان ما تيتصرت ليا شيء ولكن اللي غيجيب واحد ياخذ واحد الجائزه باسم الراديو غنقول الصاب ياخذ الجائزه على الاقل واخا انا ما باغيش ولكن تحسب ليا ما كاينش شي واحد اللي غيقول بانه انا بغيت هادو ما يديوش شيء راه تحسب عليه اي لقب افريقي راه ما سهلش الانسان يدخلوا في البالماريس ديالو القجع واحد النهار اللي غيكون ما يبقاش رئيس الجامعه يقول لك انا في الوقت ديالي بانه ها شحال ديال الالقاب ما ينوضش يحيدهم على كل حال هذا الشيء ديال هو اللي تيخلي واحد ياس واحد الحكم دار هكايا واحد هو تسبب في هذا الشيء هذا مسائل الانسان ما ياخذهاش شيء القجع هو اللي صاق الوداد مع الترجي سي عبد الله من الدار البيضاء سي عبد الله سي عبد الله سي عبد الله
ماشي معنا السي عبد الله، السي محمد من الرشيدية. أكوم السي سعيد. نعم السي محمد مرحبا. مبروك عواشركم. الله يبارك فيك. التدخل ديالي غادي يكون في الشق ديال المشاركة ديال الفرق الوطنية على المسابقات الإفريقية. هو أننا أول حاجة حنا حيت نقولوا المغرب دولة أمة راه كتتجلى في هذه المسائل اللي ما كنردولهاش البال. يعني أنا ودادي، أنا كنعرف الكراسي أنا ودادي، ولكن حيت تمشي الرجاء تلعب مع مصر مع الأهلي المصري أنا رجاوي مغربي. حتى كتسالى هذيك حيت تجي تلعب الوداد مع الرجاء تنكون ودادي. أيا متفقين. حيت تمشي للجيش تلعب مع اتحاد العاصمة أنا من اللي فار. حيت كيتسالى هذيك المنافسة حيت تجي تلعب الجيش مع الوداد أنا ودادي. وهكذا تشريع الفرق، لان حتى نقولوا انا مغربي دوله امه راه شي بعض ديطاي ما كيردولهاش الناس البال. اش كندخلوا في هذه المتاهات كنبغيو نخرجوا من هذا السياق بان حنا راه واحد الدوله اللي هي امه. ثانيا على المشاركه ديال الفريق الوطني في الجزائر، هذا القرار اللي ندار بان خص الفرق تحضر بخمس ايام قبل، هذا كيبين ان السي القجاع راه خدام. وشكرا السي سعيد، وهذا هو التدخل ديالي. شكرا لك سي محمد. ان كان انا ما قرا ما يعني خمس ايام باقي ما عرفتش شنو يعني ما عرفتش يعني ياكدوا هما غيبغيو خمس ايام تيخافوا مثلا شي فريق منتخب ما يجيش باش حتى الى ما كاينش يبقى عندك خمس ايام يديروا فيها بعض الترتيبات مساله تنظيميه ما عنديش فكره. انتظروا انه كيف ما كان حنا نقول هذه امور كبيره ماشي امور اللي هي بسيطه ماشي حاجه اللي هي عاديه جدا. هذه خص تقرا فيها اللوائح وبزاف ديال الامور ماشي بحال ذاك المباريات بحال دابا ديال الجيش الملكي. هذه فريق غادي يمشي غيقلب، ولكن لما تكون تظاهره حيت التظاهره كبيره تيكون عندها واحد كيتشارج فيها واحد بزاف ديال الامور شنو كاين فيها انتظروا. السي جمال من مراكش. السي جمال مساء الخير سي سعيد. مساء النور. الله يحفظك. الله يحفظك مولاي. هضر لك على الفرق الوداد والرجاء اللي في المنافسات الافريقيه. سي سعيد، اولا الامتياز كاين عندنا حنا لان مباراه الاياب غادي تلعب هنا. بالنسبه للوداد حامل اللقب وعنده من الامكانيات باش يدوز للدور نصف النهائي، ما مسموحش ليه يتختم الربع عند الفريق من تنزانيا. بالنسبة للرجاء مرة غنو تيعاني هاد الموسم هذا اللي نشنا الترتيب ديالو في البطولة، هو عنده من الإمكانيات لأنه حتى الأهلي ماشي ديك الأهلي اللي تنعرفو، راه دات تجيب واحد الصعوبة حتى هي صعوبة لدور المجموعة ونهزمت مع صندوج بخمسة لصفر. هي الرجاء إلا عرفوا كيف زعما يلعبوا اللعب ديالهم راه ماشي ديك الأهلي اللي تنعرفو. بالنسبه للجيش الملكي سي سعيد، الجيش الملكي راه دايره هذا الموسم وعندو زعما عندو بحال قلتي الاحتياط زعما اللي دخل يقضي شي عنده جوج ديال الفراقي، ولكن بالنسبه للجيش الملكي خارج الميدان في المناسبات الافريقيه راه تيعاني سي سعيد ما تيكونش مزيان. انا من ذاك اللي حط الصف الاخر ديك الفرقه مع سميتها كان ينهزم ما تيعرفش يدبر المباريات خارج الميدان. الجيش الملكي تيكون قوي في مجمع مولاي عبد الله، تيستافد من هاد دور المجموعات لانه تيعاني خارج الميدان، ونتمناو ليهم اللحظ ان شاء الله. ان شاء الله الجمال. شكرا لك. نمشيو نختموا مع السي المهدي من شفشاون. السي المهدي تحياتي لك. مرحبا السي سعيد زدوق صحفي الاعلام الكبير ديالنا. الله يطول عمرك السي، بارك الله فيك. ناقش معك سي سعيد المباريات الافريقيه. كوني رجاوي كنتمنى لكل الفرق المغربيه انها تالق كتبقى الكره المغربيه، فبالتالي انا كنتمنى فريق الرجاء البيضاوي وحتى الجماهير الرجاويه انها تركز شويه على الكره. شي دابا هما الاهلي خوفانين من الرجاء، وحنا ما كنبقاو نديروا هذيك بلاغات وما باش الجمهور كنحسوه بحال اللي حنا خوفانين منه. خوفانين منا خصنا حنا نمشيو نلعبوا الكره. شي التيران ما كاينه 50 الف 60 الف، الرجاء مولفه بالجمهور. الرجاء عندها اليات، الا انا لعبت الكره اللي كنعرفوا على الرجاء عندها اليات باش نقضيو على الاهلي تما في القاهره، فبالتالي ما خصناش نبقاو هادشي الحكام. الرجاء خصها تدخل تنسى هذيك نظريه المؤامره وتنسى التحكيم، تركز على الكره غنمشيو بعيد. عندنا اللي فيكتيف، عندنا الدري في المستوى العالي، مدرب من الناحيه التكتيكيه مدرب راقي، فبالتالي ما نبقاوش نهضروا على الجوانب الخارجيه عن كره القدم. وكيف ما كان
كنتمنى كذلك الفوز لفريق الوداد الرياضي في سيمبا التنزاني ولا فريق الجيش الملكي في الجزائر، ونتمنى الكره المغربيه التالق. بارك الله فيك. قلت سي سعيد كجمله اخيره ان الملاعبيه البطوله يشوفوا الملاعبيه في اوروبا كيفاش كيلعبوا، ما كيتركلوا ما كيطيحوا، ما كيف داخل بالماء واحد داخل بالثلج، ما مستوى عالي. زعما صراحه الله بغينا شي نهار كنحلموا كنحلموا شي في يوم من الايام نصبحوا ولو بدرجه اقل كيف ما كنشوفوا الملاعب الاوروبيه فيها المتعه وفيها الكره ما كتسخاش الماتشي سالي. فبالتالي تحياتي لك سي سعيد. بارك الله فيك سي مهدي، بارك الله فيك، بارك الله فيك. شوف بالنسبه للمشاركه، علاش البارح حنا ركزنا على الاهلي مع رجاء؟ لسبب بسيط، الوداد ماشي عنده مباراه سهله، لا مباراه صعيبه، ولكن الوداد في نهايه الامر لاعبين مع فريق من تنزانيا، وغتبقى تنزانيا واحد البلد اللي في المستوى ديال الكره ماشي مع الاولين وحتى مع الثانيين. وسيمبا جا للدار البيضاء وخسر اظن 4 ولا 5 مع الرجاء. اذا لعب وخسر معهم ذهبا واياب ولا تعادل معهم. المهم كما كان الحال سيمبا ما كانش باين بانه اللي بالنسبه لي انا مزيان عند الوداد هو فريق خارج الميدان ممكن صعيب تحركه الى انضبطوا. نظر انا انه فريق غادي ينضبط، لانه الوداد اذا لعبوا بالانضباط التكتيكي ديال انه اربعه ديال اللاعبين ديال وسط الميدان مزيانين تيلعبوا لك اربعه اربعه جوج الى انا فهم الطريقه باش يلعبوا، صعيب على سيمبا انهم عندهم امكانيات ومهارات باش يتجاوزوا هاد الدفاع الاول والثاني. صعيب معنا ما باقي ما فهمش، ما عدا الا كانت الكره مفتوحه بشكل كبير. غير اللي تفرق ما بين تنزانيا وما بين الاهلي فرق كبير. الاهلي فريق من المنتخب من الفرق الكبيره، راه عنده لاعبين في المنتخب وبزاف ديال الامور، هذا علاش ركزنا على هذا. وتنقولوا بانه الحل على حساب اللي تنفهموا حنايا، الحل هو انك ما تمشيش مع الاهلي في المواجهات او داك المعارك الثنائيه، غادي يربحونا. عندهم لعابه عندهم قامات طويله تيعتمدوا على الكرات الطويله. الحل باش يمكن لك تواجههم هو انك تنزل الكره الارض تلعب كره قصيره، يعني هذا هو الحل الوحيد. ما يلعبتي معاهم داك انه داك اللي طاكل ولا هادشي هذا ما تقدريش، بعد ما غنتلوه حنا اربعه وغيتلوه اربعه ديال المرات مع الجمهور مع الضغط هما اللي غيربحوا. الكواير عاليين نحاولوا ما امكن نتفاداوهم حنا، هما غادي يمكن يلعبوا عليهم ولكن حنا خصنا نتفاداوهم، ما نلعبوش عليهم. هكا تبان لي الامور. كل ما لعبنا كره يعني غير شكناهم في راسهم راه ربح. الواحد لما تتشكوا في راسه تنقص الامكانيات ديالو. بالنسبه للجيش الملكي، بكثر ما بورجيس ناجح فريق الجيش الملكي خصوصا على المستوى الهجومي، ولكن على المستوى الدفاعي ما تحسش بانه هو باترون ديال الفريق ديال ما تيسيرش الدفاع ديالو، كاين خلال. مفيد تيخرج ينسى راسه، الهدف اللي تسجل ديال تطوان منين؟ من عند مفيد. علاش؟ لانه تيسبق الكره، تيجري بزاف وتيخلي داك عنده مشكل ايضا حتى في الجهه اليسرى. كاين خلال على مستوى، علما بانه داك صوابيني واقيلا سميتو المدافع الاوسط مزيان، ولكن ما تحسش بانه وسط الميدان الدفاع ديال الجيش الملكي في مأمن، لا ما حسش بانه قوي، لا. يمكن على مستوى الهجوم تيبان لك بانه الفريق قادر يهاجم. عنده لاعبين سرع خصوصا حمودان. اما التسليم مزيان عنده تيبان واحد الوقت منه احسن لاعب، ولكن الكواري اللي تيضيعوا له خصو يرد باله منهم، تيضيعوا الكواري بزاف. ولما تيضيعوا الكواري الا كان هو في الجهه اليمنى مع مفيد تيطلع تيولي ذاك الجهه هي المصدر ديال الخطوره. اذا على مستوى الدفاع خصو الجيش الملكي خصو يضبط الامور ديالو. الدفاع باقي كاين فيه واحد النوع من الخلل ماشي على المستوى الافريقي ولكن حتى على المستوى الوطني. شتي تتمنى انه كما قال واحد الاخ سميتو الهلالي ابو وليد تيقول انا مغربي ومشجع جميع الفرق المغربيه خارج ارض الوطن، ما كاينش الفرق والبطوله عندك الحق تشجع فرقتك بكل روح رياضيه، ما كاين حتى مشكل. هذا هو القاسم المشترك بين المغاربه كاملين. وإلا قريتو كما تنقرا بعد دوبات انا هنا وشي واحد تيتمنى الخساره لهذا الفريق، بان واحد السيد كتب شي حاجه وصافي، ماشي هو الاغلبيه. ما الاغلبيه، ولما تنقول الاغلبيه راه ماشي الاغلبيه 60000،
الاغلبيه ملايين، كل شيء مع نهار السبت، كل شيء غادي يكون مع الوداد مع الوحده، وكل شيء يكون مع الرجاء مع السبعه، وكل شيء يكون مع الجيش الملكي. اما ذاك الفئه اللي باغا يدوك يخسروا راه ما عارف شيء الابعاد ديال انه حنا الا ربحنا حنا غنستافدوا. الا دخلوا الفلوس للوداد ودخلوا الرجاء ودخلوا الجيش الملكي من ذاك الارباح تدخل للبلاد تدخل للمغرب، ولا غيستافدوا منها غيستافدوا منها اللاعبين. على كل حال هذه الامور ديال المرتبطه بالرواج تيخصها واحد النهار واحد الحلقه خاصه، لانه الملايير اللي تدخلوا اللاعبين البرازيليين للبرازيل راها تساهم في تطور ديال البلاد. شكرا لكم، الى اللقاء.